بونسوار سافا، كي داير مع الصحي؟ كي داير مع الوقت؟ الله يكثر خيركم، الله ينصركم. اليوم معنا ريحه تيلي ماروك. تيلي ماروك العزيزه، وشكون اللي شاهد في الكاميرا الخفيه؟ الكاميرا الخفيه، واحد الشخص تبارك الله عليه اللي فرج كاع المغاربه. انا شديتو حي. استاذ مراد العشابي، تبارك الله عليك اخويا مراد. اهلا سي ملتحكا، لاباس عليك؟ كنتمنى لك ان شاء الله تكون مزيان وعلى خير. شتي كتطلعتي بديتي كتقدم في راسك، ما فهمتش انا اللي جاي دير انت هنا. انت لقيتك داوي؟ لا زعما كنقدمك انت، ماشي زعما حنا فرحنا بداك الشيء اللي درتي. والله العظيم، والله العظيم الا انا فرحان وعزيز عليا انت، والله العظيم. سيرتو ملي كدير ديك الضحكه العجيبه ديالك، انا كنتمنى تطور راسك وتقلبها بكيه، حيت قدرت تصدق في البكاء وقدرت تصدق في الضحك. دير ديك هذيك ولكن بالبكيه، بالبكيه قدرت تعجب المغاربه، وان شاء الله كنتمنى لك التوفيق ان شاء الله. والحمد لله لانك عندك انت لي فانز بزاف، والعمل جديد ان شاء الله. ان شاء الله يجمعنا شي عمل، ان شاء الله نكونوا مجموعين، وراك عندك موهبه ونتمنى لك التوفيق ان شاء الله. الله يعزك ويسلم عليكم. وما تنساوش عاودوا تفرجوا في السلسله ديال الشنطن، وعاودوا الكاميرا الخفيه ديال مراد العشابي. ثانك يو فيري ماتش. ها.